كما كتلاحظوا معنا اليوم كنتواجدوا في هذا المعرض الجهوي ديال الصناعه التقليديه اللي كيجي في اطار الاسبوع الوطني ديال الصناعه التقليديه اللي كاين تحت الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله. هذا المعرض الجهوي كيجي كذلك بعد التوقف ديال سنتين بسبب الجائحه. الحمد لله حنا تفاجئنا من خلال المعروضات ديال الصانعات والصناع التقليديين اللي كانت ابداعات كبيره اللي كتخر بها الجهه ديالنا من جميع الاقاليم ديالها السته، واللي فيها واحد المجموعه المسنه فيها ان الصانع والصناع التقليديين متعطشين لهذه العمليه ديال التسويق. لذلك فحنا كنشتغلوا على واحد المجموعه ديال الامور في الغرفه، منها الشق التسويقي والتسويق الالكتروني، واللي من كنخلقوا واحد الفضاء واحد البلاتفورم اللي غادي يمكن لنا اننا نساعدوا هاد الصناع التقليديين في تسويق المنتوجات ديالهم. كذلك التكوين والتكوين المستمر اللي هو جد مهم، خصوصا هاد الحرف المنضطره والحرف اللي غادي تنضطر، وكذلك الصناع التقليديين الكبار اللي يمكن انهم يعلموا هاد الصناعات والصناع التقليديين. لذلك حنا قمنا بتكريم واحد حدث رمزي اللي هو تكريم ديال واحد اربعه الصناعات والصناع التقليديين باش نحفزوا الشباب انهم يمارسوا هذه المهنه هذه. كذلك الشق ديال البنيه التحتيه من خلال المراكز ديال او مجمعات او فضاءات ديال التسويق، وكذلك الاحياء الحرفيه بالنسبه للصناع التقليديين الخدماتيين. كنقدموا المنتوج ديالنا اللي هو القفه التقليديه اللي عطيناها واحد لو ستيل مودرن، ديكوراسيون مودرن فوالا، باش لحقاش حنا كنعرفوا ديجا هذا المنتوج هذا بان الناس يعني قليل اللي كياخذوا، دابا بغينا نزيدوا القدره باش انه الناس كلهم يتخادوه لانه صحي ماشي مضر بالبيئه ديالنا. فوالا عندي ان سيت اللي كنسوق فيه نورمالمون القفاف ولا لي بوشيت، يعني اي منتوج يعني درتو في الانترنت كنسوقو يعني بهذا لو سيت هذا، ومن غير لو سيت كاين الانستغرام بزاف ديال لي ريزو سوسيو اللي كنسوقو فيهم، ويعني كاين ايجابيه، يعني كاين ايجابيه. التسويق الشبكي هو فرصه زوينه ومعتبره للمنتوجات الصناعه التقليديه. اللي كاين الاشكاليه اللي كاينه هو ان المنتوجات ماشي بحال، كاين المنتوج اللي غادي تسوقوا بسرعه وغادي تسوق بسلاسه، وكاين المنتوج اللي ما كيتسوقش بهاد السرعه وبهاد السلاسه نظرا لهاد الاكراهات اللي عليه، مثلا في الجوده، في لا بياس مثلا شحال الثقل ديالها، الكراماج ديالها، كيفاش مخدومه، كيفاش محطوطه البياسه. الوغ ملي كنهضروا على منتوجات النحاسيه مثلا ولا منتوجات ديال الفضيه، تيبقى عندهم هذا المشكل، ماشي بحال المنتوجات اللي هي الخشب ولا حتى المنتوجات ديال الثوب، يعني الجلابه والبلغه وبزاف ديال المنتوجات ديال الصناعه التقليديه. ملي كتهضر على المنتوجات النحاسيه كيبقى عندها هذا المشكل. انا الا غنسوق منتوج ديالي في سوغ انترنيت تيبقى عندي المشكل. انا كنخدم في واحد لاكام وكنخدم مثلا على واحد الجوده، يعني بنفس الكركسه اللي غنخدم انا غادي تحط واحده اخرى بحالها ناقصه في الثمن وناقصه في الكراماج وناقصه في المنتوج وفي اللحام وفي هذا وهذا. يعني هنا كيبقى عندنا هذه الاشكاليه، واش الكليان اختار هذه ولا هذه، ولا اختار هذه وصيفطي لي هذه. يعني هنا فاش يكون هذا المشكل. انا كنمثل هنا الجمعيات الشرف للدباغه بمدينه تارودانت، وكان حضرت هنا بالمنتوج الجلدي والاختصاص ديال دار الدباغ ديال تارودانت اللي هي الجلود بالشعر اللي كنقولها الهضوره والابتكارات اللي فيها. يعني نوعنا بزاف هذا الشيء ديال الهضوره، درنا منهم زرابي بوفات، درنا مع عباره عن بعض الحيوانات وبزاف ديال الابتكارات اللي درنا. المشكل اللي عندنا كمدينه تارودانت هو التسويق في هذا سميتو، وان هاد المعارض هادو كيخلوا اننا نكتشفوا ناس جداد اللي كياخذوا عندنا السلعه. كنتمناو ان التسويق ما يكونش على الصعيد الجهه، هذا هو الاشكاليه كيكون عندها على الصعيد الجهه تسوس فقط، لان هاد المنتوجات مطلوبه في الشرق مطلوبه في الشمال، وكنتمناو يكون التسويق خارج منطقه سوس، وعلاش لا يكون حتى في الخارج في اوروبا.